داير باقي 20 دقيقة على القطار بس لا راح يفوتنا. مسافرين هسه هاي وبرغام ومصطفى على اوديسا حتى اخلص اجراءات الاقامة مالتي. مصطفى راح ياخذ لنا تاكسي من الشارع يودينا للقطار. طالع برنامج اليوم مصطفى طالع القطار بقى. مصطفى يضرب جقاير. تذاكر اشتريناها هسه على التذكرة 350 جريبن. ابو التاكسي متهور كلش هسه يطلع يعرف عربي. هذه هي محطة القطار. امس باقي لنا بالضبط بعد 15 دقيقة راح نلحق. نسى الجنطة مالته بالاسواق وجاب من ماي. دير بالك بابا دير بالك. هاي رقم المقطورة 3 احنا لازم نروح رقم 14. شوفوا هذه الكابينات مال القطار. هسه راح نروح ناخذ غرفتنا هنا. افتح الباب تعال. خاف الناس قاعدين. ساعة الآن 5:30 وراح نوصل الصبح ساعة 8. الطريق بالضبط 15 ساعة فراح ننام بالقطار. والحلو بالقطارات مال أوكرانيا إنه بيها منام وسعر التذكرة بس 10 دولار. بس بألمانيا سعر التذكرة 50 يورو للواحد أقل شيء وماكو منام قاعدين. أشو نايمين فوق القطار جوانا بنية بس لا راح نوقع عليها. ظاهر أمه خالت له مفاتح شهية. برغام نام عباك صدر بعد أيام نايم واني بس أبا علي مدريش بيهم شو السبب. هذا مصطفى خلف الكواليس. وش خلف الكواليس يو عطب عشلون قاعد مني عطل طبيعة كل شي يحلى. نزلوا من مقطورة. وصلنا يا جماعة أخيرا هذه محطة الفاكزال أو محطة القطار. وحاليا راح ناخذ تاكسي ونتوجه الى دائره الهجره. راح ناخذ تاكسي ونروح لدائره الهجره حتى نشوف موضوع الاقامه مالتي. تبوا الحبايب. شوفوا حركه العالم يا جماعه. وين الحرب؟ شوف كميه العالم. شوفوا كل مكان حرامات. اصلا طلعنا اوروبا سالفه حرب نفس سالفه شو اسمه كورونا من صارت. بس بالبدايه بعدين كل شيء عادي. الاعلام دائما يكبر كل شيء. 175 سعر القهوه 19 قريبا بس يعني تقريبا ربع دولار بينما بالمانيا سعرها دولارين وبلوكسمبورغ 5 دولارات. واو صح؟ واو. هذا الباص مالتنا وصل 175. راح اشوفكم داخل الباص ايش قد. داخل الباص راح تشوفون الناس موجوده. مصطفى راح يدفع الحساب هذا. وصلت الان الى دار الهجره. صرت مثل ما تشوفون يا جماعه شقت الان ويا الشباب. وهسه بدنا ناخذ شويه مي واكل وراح نروح نسبح. وصلت شقتي بس للاسف كنت اسوي الاقامه مالتي بس قالوا لي لازم زوجتي تجي لو اني اروح اغير النوع مال فيزا. فهذه صارت شويه تاخيرات بس لازم احل الموضوع ان شاء الله اليوم او باكر اشوف شنو راح اسوي. هل انا راح ارجع على المانيا او زوجتي راح تجي هنا؟ مصطفى حاليا بده يسوي لنا اكل. لازم تصبر. فراح ناكل. جاي سفر 83 ساعه. متابعين القدماء يعرفون هذا المكان كل زين بس مو هذا اللي ورايا. المكان قدامي خليني اشوفه لكم. تذكرون هذا المكان؟ شقتي في اوديسا. طيب شباب ومنك وين راح نروح؟ السنتر مدينة اوديسا. نشوف الوضع الان شلون. اكو ناس ماكو يا جماعة. الساعة 2 بالليل اوكي وقصف مال صواريخ 4 صواريخ قدامنا من قدام الشقة مالتي. ونزلنا جوا بالملجا. الدنيا تصير بيضا. باع ومصاليخ. باع مصطفى شايل جنطه وجهه. باع شوف شايل جنطه مالته وجهه. نزلنا بالملجا راح ننام جوا بالملجا. قصف صواريخ كلش قوي صار قدامنا. ندمت ورجعت لاوديسا. ندمت. حق الله. انت ايش صار لك هناك بالمانيا؟ مثل هاي الخوف اللي حسيت بالبدايه صار لي سنه ونص. خلي يقول سنة. والله احنا بالغرب الاوكران ما سامعين هاي الصواريخ. من جبتنا الاوديسا وهي تبعد عن شبه جزيرة القرن يا دوب ها 100 ريحة حاجة كلش.